ما طرحته رويترز هذا اليوم وكشفت عنه من اتفاق بين الولايات المتحدة والعراق على انسحاب مئات الجنود الأمريكيين من العراق بحلول 2025 تمهيدا لانسحاب دائم في العام 2026. هل هي خطوة أمريكية بتقديرك لاحتواء التصعيد بعد أن جدولت خروجها؟ أولا فرصة لاحتواء التصعيد، تاني فرصة إن قواتها في حال نشوف صراع هتكون خاسرة رخوة، من الممكن الوصول ليها، من الممكن إحداث خسائر فيها، من الممكن حتى الانقضاض عليها. وده ماشي مع سياسة فك الارتباط الموجودة من ولاية أوباما الثانية، واللي ترامب يعني قام بجزء وبايدن قام بجزء وهيستكمل سواء في الإدارة الحالية أو الإدارة القادمة، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، لأن البقاء أصبح عالي التكلفة وأصبح من نقاط ضعف أمريكا في المنطقة هو وجود تلك القوات. الأهم من كده هو فكرة تخفيف الصدام في الفترة اللي فيها اشتباكات وفيها تصعيد وفيها ما يطلق عليه جناح المقاومة يحاول الرد، ولحد كبير عاجز عن الرد، إن يكون هذه الوعود كفيلة بضبط الميليشيات العراقية بأن لا تقوم بعمليات عدائية كبيرة، لكن هتقوم بعمليات عدائية هتقوم، لكن ألا تكون هناك عمليات عدائية كبيرة، لأن فكرة أكيد خروج القوات العراقية مقدمة، الأمريكية من العراق عفوا، مقدمة على فكرة إحداث بعض الخسائر.